فيكم في حلقة جديدة من شيف باربي. واليوم لقد بدلنا المطبخ، انظروا انظروا من هنا ايضا اين نجلس ونأكل هكذا. انظروا الآن سنقول لكم شيء. يوم راح ندير طبخة حلوة، هي حلوة باللون الأحمر، وسنضع هنا المكونات. هيا اللون الأحمر، والسكر اللي تدو حلوة. وقع الملون. هذه الحلوة لا يحشى به شيء. والآيس كريم والفرينة. حسنا سنأتي، لأن الفرينة ليست في المطبخ سأحضرها لأنها في مخبأ سري. هيا حسنا، ها هي المكونات. المكونات هي، وأيضا الأدوات. المكونات هي اللون الأحمر والسكر والسحن والملعقة والكيلو فرينة أيضا والآيس كريم البيضاء. تريدونها البنية؟ أفعلها أنا، فعلت البيضاء لأنني رأيتها في الكتاب. الآن سنضع الفرينة وهذا الآيس كريم. هيا سنضعها. ها هي الآن هذا والملعقة. حسنا سنخلطهم. حسنا لقد أخلطتها. ها هي أحيان لقد أصبحت بيضة. انظروا إنها شهية، تبدو شهية لي. الآن صبا في الفرن. سأشغلها. حسن عشر دقائق وسنأتي. قد مللت. متى ينضج؟ سأرى الساعة. إنها العاشرة. انظروا حسنا لقد نضج. واو لقد أصبحت بنية، انظروا وكبيرة الحجم أيضا. حسنا أغلقها وأحضر الملون.
هو الملون والسكر والملعقة ونضع الملون سأضع قليل من السكر نضعها السكر حسنا حسنا الآن سنذهب لنخلطها ونأتي وسنرى شكلها النهائي. لقد تعبت من التحريك. واو، لقد أصبحت بالشكل النهائي. انظروا، ها هي، إنها شكلها جميل. واو، أخيرا لقد تحصلت على الحلوى التي أريدها. واو، سنزع الملعقة. والآن كبرت. أنتم أيضا يا أصدقائي تحملوا. حسنا، هذه سننظف كل شيء، كل شيء. نضع الأواني في داخل هذا، أشياء في هذا، وثم نريكم على هذه الطاولة. هذه الحلوى التي حلمت بها. حسنا، أرجع كل شيء ونأتي. حسنا، ها هي الطبخة. لقد وجدنا كل شيء، العصير والطبخة. والآن سنأكل وسأعرض واحدة المحبة في عائلتي، هي تشيلسي. أتيت يا باربي، هذا الكرسي يناسبني. حسنا، ها هي الطبخة. واو، أنا أرى مشاهديني. حسنا عزيزتي، لا تفعلي هكذا. حسنا، والسكين، وهيا نأكل بصحتنا. وقبل هذا كل شيء، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة جديدة من شاف باربي. اللقاء.